هل يفتخر والديك بمصارك؟ نعم لا. إذا نعم الحمد لله والدي مفتخرين بمصاري يعني بزاف. و هي واحد الفترة ما كانش افتخار، ولكن كيكون ان غدوت كيكون كيبداو يتسائلوا واش يعني غادي تنجح في اختياراتها، واش هاد الميدان اللي اختارته غادي تنجح فيه. ولكن من بعد فاش كيشوفوا انجازاتك وداكشي اللي كتحقق مع مرور الوقت كيتاكد لهم يعني بشويه بشويه على انك كنتي في الخيار الصائب ولا انك فعلا اختاريتي الميدان الملائم. الحمد لله اليوم مفتخرين بيا. نعم ونعم من القلب الخالص، من عارف والديا مفتخرين بالمسار الدراسي ديالي بالرغم من انه دزت من مراحل صعيبة، غير هو كان في ديك الفترة كان الأساسي في أنهم هما تقوا فيا وأنني غادي نكمل، وديك الساعة هما فين بدا الافتخار ديالهم هو أنه مني كتكون شي مشكلة غادي تبعدني على الدراسة أو بيان على المسار الحياة ديالي جينيرالمون، كنحاول أنني نبروبوزي عليهم ونستشر معاهم وناخذ الإفادة من عندهم هما باش نكمل في المسار ديالي إن شاء الله ونوصلوا للنجاح المبتغى. كيف تخرو بينا والحمد لله هذه اهم حاجه، يعني يكون والديك راضي على داكشي اللي كدير وما كتمشيش لشي طريق اللي غيندموا على ديك التربيه. والحمد لله كاع خوتي وكاع كلشي احسن تربيه الحمد لله. وي الحمد لله وي لا نعم لنا حيت تفتخروا والديا بلا بيرسون كو جو سوي، ماشي بالمسار اللي كندير، باسكو خصني نكون تندير واحد المسار اللي هو عالي بزاف ولا je sais pas comment dire justement plus important باش يكونوا تيفتخروا بالمسار اكثر ما يفتخروا بيا. يس صراحه المهم انا ما كيقولوش لي ما كيقولش لي الوالد راه اش كاين واش كاين، الوالده مره مره كتقول لي الوالد ديالك كيبقى يعاود للناس عليك وهذه وهذه، يعني كون ما كاش مفتخر بيا وداكشي اللي كندير كاع ما غيكون. هل يساند والديك اختياراتك؟ نعم كيساندوني بزاف، و اصلا هما اللي كنتشاور معاهم في كل شيء، يعني في اختياراتي بصفه عامه يعني في جميع الاشياء اللي كتخصني. يعني من ناحيه المساعده نعم، ولكن من ناحيه الرضا لا، ما كيكونوش راضين تماما على الاختيارات ديالي، سورتو انهم قد نقولوا اناس عاشوا في احياء شعبيه، يعني الا سمع صالير ديال 3000 4000 درهم كيشوفها امبيكابل بوغ ان نوم، يعني مزيانه ليه انه يخدم واحد 3000 4000 درهم غيبدا يدفع في دار يكريها ولا يشوف كيفاش يدير غادي يبدا الحياه ديالو هكاك. ولكن انا بالنسبه ليا هذيك ماشي هو التوجه ديالي، انا انسان عندي طموح ما بعد وما باغيش ندوز بالطريقه هذه، يعني المسانده كاينه ولكن الرضا ماشي حتى لديك الدرجه. وي نعم اذا ما دمنا قلنا انك اصبحت شخص راصد وراشد ومسؤول، اذا والديك غالبا كيساندوا اختيارات الا في بعض الاحيان مثلا في شي امور عندهم هم درايه اكثر منك وشافوا غتوجه لشي توجه خاطئ، او في الحاله كيساند الوالدين ممكن انهم يصحوا لك المسار ديالك، ولكن في غالبيه الامور كيساندوا الاختيارات ديالي. نعم واحد النهار الام ديالي كنت غندير واحد بروجي اللي فيه دوري دي 3 موا وكان غادي يجيني بزاف الفلوس، وقالت لي ممكن نبيع الذهب ديالي كامل ونعطيك فلوس حتى الثقه في الاختيار ديالي. الوغ من هنا كنقول ان لي بارون ديالي جونغ كيساندوا الاختيارات ديالنا لي شوا ديالنا. شحال من مره الوالد والوالده انا راه غندير هادي صافي سير دير الله يسهل عليك الله يعاونك، حيت عارفين ما كدير شي حاجه خايبه تيقين فيك، يعني غيساندوا الراي ديالك غيساندوا داكشي اللي باغي دير غيساندوا. شحال من هل تتكلم مع والديك حول قصص حبك؟ وليدة لا ما هذا السؤال غيدوز شوف الوالد لا مسألة تقريبا من الخصوصيات ديالك ممكن انك تقاسمها مع اصدقائك او، ولكن مع والديك لا. تجربتي الشخصيه وانا كإلام كنهضر مع والديا في هذا الشيء، لان بالنسبه لي هو شيء عادي وامر بديهي خاصو يطرى البنت فواحد السن، لانه ما علموها لي اصلا فاش كنت صغيره، لان البنت ملي كتوصل لواحد السن معين عادي على انها غادي يجيوها
خطاب غيجيوها دي دوموند دو مارياج غادي تبغي شي حد غتبغي تكمل مع حياتها. يعني كيف ما سبق ذكرت الا ما جيتش عند والديا قلتها لهم باش هما يفيدوني بنصيحتهم وبتجربتهم وبخبرتهم لمن غادي نمشي غادي نقولها بالعكس. هما القصص ما كاينينش باش ندوي مع والديا فين صراحه. لا نعم بيان سور سورتو الوالده ضروري الواحد كيف كتعيش حياتك المهنيه دونك حتى حياتك قصصك الحب دونك كتعاودهم عادي. ماما اه بابا لا ماما اه بحال صاحبتي. نعم سورتو البنت مع ماماها تيكون واحد العلاقه اللي هي قريبه بزاف وتتخليك زعما انك تتكلم بكل حريه. enfin ça dépend على l'ouverture تاع لي بارون مي بور مون اكسبيريونس عندي ماما اي لي بروش دو مو اي لي اوفيرت كومبريانسيبل. هل انت متصله بوالديك عبر الفيسبوك؟ نعم مع بابا هو اللي عنده فيسبوك ماما ما عندهاش و اني امي سور فيسبوك كيعجبني فاش كيدير ليا جيم. واتساب الواليده كندوي معها في اوديو في واتساب اما فيسبوك معهم جوج واتساب عبر الواتساب انا مبلوكي الواليد بعد الواليده ما عندهاش. لا ما عندهمش فيسبوك ما عندهمش الفيسبوك. لا ما عندهمش دي كونت فيسبوك. لا لا من الطبيعي أن يحرص الأخ على مراقبة علاقات أختي. موافق غير موافق؟ موافق. أي لا موافق ضروري نعرف فين مشات فين جات أي حاجة ضرورية. جو بونس با كو شي حاجة اللي ضروري أنه يراقبها. أختك عارفة كيفاش دايرة عارفة شنو غدير وشنو ما غديرش دونك برابي نراقبها ولا نحضيها ولا نقول لها علاش تعطلتي ولا هادي دونك غير موافقة. موافق انا من الضروريات لان انا يحرص على العلاقات ديال الاخت ديالو او الاخ ديالو اللي صغر منه او الموافق. لا اظن لا اظن غير موافقه حيت اذا كان من الطبيعي ان يحرص الاخ على مراقبه علاقات اخته علاش ما تكونش الاخت اللي هي تتحرص على مراقبه علاقات الاخ. يعني سوا اختي سوا خويا غنتعامل معاهم بنفس الطريقه. اختي الا كتعاشر شي وحدين ماشي تلا غنقول لها شكون هو هذاك شكون هي هذيك بان لي كيمشي مع واحد نقي غنقول لها راه مزيان. انا غير موافق علاش حيت غيدخل في الحريه ديالها الا تجاوزت الحدود الخطوط الحمراء اللي متفقين عليها ديك الساعه عنده الحق يتدخل. بالطبع انا شخصيا عندي علاقه الحمد لله زوينه مع اخوتي. انا البنت الوحيده وسط جوج دراري ديال الاخرى دائما عندي معهم ديك علاقه ديال الاحترام ماشي ديال الخوف. هل يسمح لك والديك بان تعيش كما تشاء؟ نعم دبر راسك دبر راسك ما تفوتش واحد الحدود. الى حد ما اكيد كيكون عندك اختياراتك ملي كتوصل لواحد السن معين كتولي انت مخير ليس بمسير كيولي عندك اختياراتك كيولي عندك يعني قراراتك مبادئ قيمك طريقه رؤيه ديالك للحياه. هنا فين كيولي المساله ديال انك كتطمح والاباء كيبغيو يشوفوك احسن منهم. هنا فين كيولي داك فين كيخليوك انك ديفلوبي يعني قناعاتك وطريقه تفكيرك الى ما غير ذلك. وفي نفس الوقت اللي كيمني كيشوفوك شويه تو دي غافي بديتي كتخرج راه بيان سور خصهم يعاودوا يردوك. ف شخصيا نعم مادام شي حاجه اللي ما فيهاش ضر لوالديك او العائله ديالك او لك غيسمحوا لك تعيش كما تشاء. لا ماشي حتى اللي والدك ضرب 10 عيال دونك ماشي بديك الدرجه عاوتاني. ولكن كاينه في حدود الا كانت عارفه الانسان اللي انا معاه ثقه. لا كاينين بعض الحدود اللي ما غاديش تعيشهم كيف ما تشاء دونك يجب احترام هذا الليميت. الوغ اي واحد يا كيشتغل يا خدام يا غيتزوج يا اون دي كونديسيون كما ذلك كاينين في بلاصه فين كتعيش ومع الاباء ديالك كاينين دو كونديسيون il faut les respecter. الوغ ما يمكنش تعيش كيف ما بغيتي انت. ان سيغتان اج نو كي ليميتيو كي هما اللي ديسيد كيفاش فين تقرا فين تخرج فين هادي
ولكن فاش كتوصل لواحد لاج ولا كتوصل لواحد واحد النيفو تقد انه انت ديسيدي حياتك حياتك، ولكن عاوتاني ماشي 100% غتعيش بلا موافقه ديال والديك. يعني سي اوني اتاشي بور موا نو، حين تيكون واحد لي كريتير، تيكون واحد فو كو حنا اني ان بو كونسيرفاتور من الدول الاسلاميه، ما تيسمحوش لينا نعيشو كيف بغينا، فيك حنا دي جون اني اوفير نقدروا ما عارفينش زعما لو بيان بور نو. دونك دو كو تيخص ضروري واحد لونكادرومون يردوك واحد شويه الطريق سي تو ديفي. يمكن ان تدخن وتشرب الكحول امام والديك؟ لا لا لا، انا هذه من الطابوهات. نو لا، انا ما كندخنش وما كنشربش، وكنظن لو كنت مثلا كندخن ما كنتش نقدر ندخن قدام والديا. ما ندخنش حتى هو ماشي قدام والديا، ما نشرب ما ندخن حتى هو ماشي قدام والديا. هذه خاصها الدار، خاصها تشوف الوالده تخفيه شويه. ولو يكون انا هذوك الناس اللي كيديروا الحشومه جون غير فور ريسبكتي نو، انا اصلا ولا امام والدي لا وراء والدي.